نحو القضاء على سبب رئيسي لوفاة الأطفال، أقيم مؤتمر التطعيم ضد فيروس الروتا الذي يتسبب في وفاة أكثر من نصف مليون طفل سنوياً. أهمية المؤتمر إن إحنا بنناقش أحد أسباب أهم أسباب النزلات المعوية الحادة والجفاف في الأطفال المصريين دون سن الخامسة. من أهم مسببات النزلات المعوية والجفاف هو فيروس الروتا. فيروس الروتا أحد الفيروسات اللي بتصيب الأطفال وبينتج عنه أعراض زي قيء شديد، إسهال مائي شديد، حرارة، تقلصات في البطن، وفي الحالات الشديدة ممكن يؤدي إلى الجفاف. ده فيروس ليس له مضاد حيوي، عشان أننا أقل طفلي أن أنا أعالجه بالمضاد الحيوي. فالوسيلة الوحيدة في هذا العالم دلوقتي، وده دخل في دول العالم كثيرة من دول العالم، بيحمي أطفالنا من النزلة المعوية وخاصة اللي هي ذات الخطورة العالية. حتى لو طفل عاش فممكن يعيش معاها شلل صرع، فيفضل ان نطعم، لان هي دي الوسيلة لتقييم هذا المرض الخطير. لو قست قيمة التطعيم او تمنه بقيمة الفايدة اللي هتيجي منه، هبص لقيمة التطعيم كسعر او كفلوس انها ما تسويش حاجة خالص. احنا بنتكلم عن مرض اقل مضاعفاته الجفاف، اقل مخاطره ان هيدخل الطفل المستشفى، اقل تكلفته انه هيقعدني بالبيبي بتاعي في المستشفى لمده يومين ثلاثه، ومع اخذ في الاعتبار اسعار المستشفيات الخاصه الايام ديت والحاجات اللي هتتعمل له والتكلفه بتاعتها. ولكن اذا نظرنا له نظره موضوعيه بالنسبه لمتوسط الدخل الفرد بالنسبه لمصري هنا، هو تطعيم الى حد ما غالي شويه. اتمنى ان انا بناشدهم مجتمعات اهل الخير، احنا عندنا رجال اعمال كلهم طيبين يستطيع انهم يدعموا هذا من خلال الجمعيات الخيرية وتنعم الوزارة وبالتالي تنفع بلدنا. فيروس الروتا يمثل تحديا صحيا في مصر في ظل عدم وجود التطعيم على جدول التحصين القومي، ونحن في حاجة ماسة لتضافر جهود المجتمع المدني للقضاء على هذا المرض. إنجي خالد، نهارك سعيد.